عموما بالنسبة للوالد يمسح على الجبيرة كاملة، يعني إذا كانت الجبيرة في الرجل، أنت ذكرتي بأنه في الرجل، ها رجلة مكسورة، إذن يمسح على الجبيرة كلها. الجبيرة تختلف عن الجورب، الجورب يمسح ظاهره، الجوارب نمسحها من فوق من الظاهر، أما الجبيرة لازم نعممها سواء كانت في اليد أو في الرجل، يعني يأخذ ماء وينفض يديه ويقول هكذا مثلا، طبعا أذكر على اليد لأن ما أستطيع أطلع رجلي، ها فهكذا وهكذا وهكذا حتى يعممها كاملة. إذا وجد يا أم محمد طرف من أصابع رجله ظاهر، يغسل هذا الطرف، لازم يغسله. يعني أفترض مثلا هذا القدم والجبيرة من ها هنا، إذن أصابع رجليه ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة، يغسلها ويمسح بقية القدم. بارك الله فيك وشفى الله الوالد.